أنا يوم سويت رحلة التغيير اللي هي شاركتي، هي الفكرة هي إن أنا أساعد الحريم إن يتواصلون مع نفسهم من خلال الاستشارات ومن خلال المشي في مسافات طويلة برا البلاد. يعني أنا شركتي مو شركة مشي مثل يقولون walking company، هي شركة إن تساعد الحريم أولاً إن يفكون الرباط اللي بينهم بين أي شيء في ضغوطات عليهم. تعرف يوم الواحد في البلاد في ضغوطات الأهل والعيال والشغل وكل هذا، بس يوم تبتعد وتمشي مسافات ويكون عندك تواصل مع الطبيعة في نفس الوقت فيها استشارات. يعني أنا أجلس أمشي مع كل وحدة نتكلم بالساعات من خلال طبعاً المشي اللي أنا أرتب لها مع مجموعة جماعة الترفيه مع الاستشارات وبناء صداقات بيصير من خلال صداقات. والواحد سبحان الله يوم يكون يمشي مسافات بعيدة فيه شيء سحري. أنا دائماً أقول إن الواحد يتواصل مع نفسه ومع الناس ومع الطبيعة، ومثل ما يقول تصفية ذاتية تستوي للإنسان. فمن خلال تجربتي اللي أنا سويت رحلات للإماراتيات برا البلاد، وايد وايد شفت رد فعل جيد إن الحريم ما شاء الله وايد استانسوا برحلاتنا.